فرق بين الرحلات وبين الرحلات الجماعيه المنظمه. اتفضل يا فندم. في اتفاقيات في الطيران اللي هو بيسموها الكوتشير، يعني انه في اتفاقيه بين الخطوط هنا والخطوط هنا. ايوه. ان في بتطلع من مصر لتركيا رحلتين من مصر طيران ورحلتين من الخطوط التركيه. اما تبص للحركه السياحيه اللي هي منظمه لا تتعدى في السنه ال 30,000. طبعا الرقم يعني معظمه مش سياحه سياحه، معظمهم تجار، يعني لما تبص لحركه التجاره هتلاقي في مستثمرين هنا برضو وفي رجال اعمال بيطلعوا يستوردوا من هناك. انما كحركه شركات، احنا من الفتره قبل اردوغان والفتره اللي بعد اردوغان في حس ووعي من شركات السياحه انها ابتدت تدور على ديستنيشن تاني. يعني تبص هتلاقي الحركه راحت لقبرص، راحت لليونان، راحت لدول عربيه، المغرب. ابتدت الشركات بحسها الوطني. انا بتكلم عملوا كده ولا لسه هيعملها؟ انت حتى ارجع للميديا على مدار 3 سنين وارجع للميديا قبل ال3 سنين هتلاقي ان لا، بس ال 30,000 دول مش كلهم مستثمرين. مش مستثمرين، في تجار، في ناس بتروح شوبينج. انما كرحلات، انا بتكلم برحلات جماعيه. لان انت لاحظ ان الفيزا مهام المنظم، هو انا بروح لوحدي ولا باجي شركه سياحه اللي بتعمل لي ده؟ شركه السياحه دلوقتي في عصر الاونلاين. شركات السياحه مع احترامي بقت في مواقع بتحجز. حتى الفيزا عندهم الكتروني. يعني حتى السن انت اللي فوق ال 45 سنه بياخد الفيزا في المطار. في المطار. واللي اقل من 18 سنه بياخد الفيزا في المطار. هو بس اللي بياخد الفيزا اللي من 18 ل 45. نعم. فالعمليه مفتوحه. فانت احنا اتاخرنا في حته التوعيه للدور اللي هو النزعه الاستعماريه بنظرته. لان انت توغلت عندك المسلسلات نفسها. يعني انت روجت له دون ان تشعر. روجت له في المنطقه. نعم. انت عندك 2 مليون خليجي بيروحوا تركيا. انت عندك مصر بيجي كام من الخليج؟ فانت عندك مشكله ان احنا ما بصناش للواقع اللي قريب. انما ما كانش عندك التوعيه الكامله ان الراجل ده ليه مخطط وليه اهداف للمنطقه عامه. يمكن اخر مسلسل ابتدت الناس تفوق. المسلسل اللي طلع في الاخر. فالنقطه انه شركات السياحه احنا متابعين الموقف، ما احنا ما قلناش لحد، انما هم من نفسهم كويس. الشركات اللي كانت بتنظم لا يعني حاجة بتقول لي دلوقتي معلومه، الشركات اللي كانت بتنظم رحلات جماعيه طلع لي اعلان واحد. انا ما بدورش على اعلان، حضرتك مسؤول. بتقول كلام مسؤول. بالاضافه في شركات اوريدي ذات طابع روسي تركي موجوده في مصر. يعني احنا عندنا عدد من الشركات مفتوحه في مصر. نعم. يعني برضو شركات سياحه تنتمي للجانب التركي والجانب الروسي. دي برضو عندنا جزء داخل مصر موجودين ومستثمرين في مصر. فانت لما تبص للواقع تلاقي انه مش كل الشعب التركي مع اردوغان. يعني انت عندك غالبيه دلوقتي ابتدت تبص له بنظره ان هو بيفتح لهم مواضيع تضرهم في اقتصادهم. وده اللي انت بتتكلم فيه. ايوه. طب ما انا لما اقول انا باخد قرار او باخد اجراء من دوله كبيره زي مصر طبعا. ده هيأثر عليه هناك، هيأثر على الصانع اللي عنده، هيأثر على لو انا بدأت عموما. لو انا بدأت ما دول الخليج عملت. السعوديه عملت السنه اللي فاتت ومنع كذا وما في السياحه في هناك وعملوا حملات رهيبه وجابت نتائج. مظبوط. جابت نتائج جابت نتائج كويسه. مظبوط. فانا مع